يوم حار كالمعتاد، يوم من أيام شهر أغسطس حر جدا، واللي بيزود طبعا إحساسنا بدرجة الحرارة هو ارتفاع نسبة الرطوبة. ده بيحسسنا بارتفاع أكبر في درجة الحرارة، يمكن درجتين أو 4 درجات. يا ريت لو اللي عايز يعني عنده مشاوير أو حاجات ممكن يستغنى عنها في أيام الحرارة دي، أو صحيح. يقدر يعملها بعد العصر مثلا، أو صحيح. في بعد المغرب، في وقت يكون فيه شمس هديت شويه، خطر يكون قوي ده افضل التعرض بشكل مباشر لاشعه الشمس. والحقيقه الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل في لينا الشارع، وللعربيات كمان، في سيارات كتير بدات بيحصل تعمل لها ازدحام مرور نتيجه تعطلها على جانب الطرق. الحمد لله الاداره العامه للمرور في مختلف المحافظات، مش في القاهره بس، بتقوم بدورها في سحب هذه السيارات اللي بتعيق حركه المرور لحين اصلاحها. لكن الافضل لو انت حاسس ان عربيتك فيها مشكله الى حد ما، يا اما تظبطها يا اما تصبر او تركب مواصلات، يعني عشان يومين حر ويعدوا ان شاء الله. يا رب وان شاء باذن الله الله. يعني اغسطس متعودين منه على درجه الحراره العاليه، وخبراء الهيئه العامه للارصاد الجويه بيتوقعوا ان يسود اليوم الاربعاء طقس شديد الحراره، رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري نهارا، حار رطب على السواحل الشماليه نهارا، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا. خلينا نتابع معكم مع مشاهدينا الكرام بيان بدرجه الحراره.